يعني حاصل على تلميذ شعبة العلوم الاقتصادية في ثانوية محمد البقالي التأهيلية، حاصل على معدل 19.33 كمعدل عام في الامتحان في السنة الثانية بكالوريا و19.40 في الامتحان الوطني. إذا أنا النتيجة هذه كانت يعني ثمرة من ثمار ديال المجهودات ديالي طيلة السنة، أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى الأسرة ديالي، يعني الطاقم التربوي التقني في المؤسسة اللي ما بخلوش علينا بكل المجهودات، عطاونا كل ما كنتمناو له في الجانب المعرفي أيضا حتى هو التكويني، وأيضا الفضل راه كيرجع لي في نهاية المطاف بالعمل ديالي بالمثابرة ديالي طيلة السنة. الإعداد كان من بداية السنة، كنت حاولت أن نعطي كل شيء في القسم، يعني التركيز لابد يكون تأخذ كل شيء في القسم وتكمل أيضا في الدار وتخدم الامتحانات الوطنية، خصوصا هاد الثلاث شهور الأخرين بديت كنخدم الامتحانات الوطنية باش تعرف ديك يعني الطريقة باش كتحطوا الأسئلة، لأن ماشي كل شيء في لو كور، يعني خصك تكمل أيضا بالتمارين يعني بالتطبيقات ولي زيكزيرسيس دابليكاسيون كذا، و يعني كما قلت التحضير كان من بداية السنة باش أني نحصل على هذا المعدل هذا. لا السؤال الاضافيه ما باش نكون صريح ما خديتهمش نهائيا في السنه دي. هو صراحه المدرسه العموميه انا كتجيني لا فرق، لان كاين اساتذه حتى هما كوف، كاين اساتذه كيعطيو، يعني ماشي كلشي كاين في البريفي، انما يعني حتى المدرسه العموميه خص نبدلوا ديك الصوره النمطيه اللي كاينه عليها، يعني ونشوفوا بلي ان المدرسه العموميه راه قادره انها تنتج حتى هي يعني تلاميذ اللي هما يعني عندهم قدرات معرفيه ايضا تكوينيه على الجانب يعني في كل الجوانب. كنتمنى لهم حظ اوفر، يعني ما يئسوش، يعطيو كل ما عندهم، 15 يوم هذه كافيه انهم يوجدوا مزيان ويعطيو كما قلت كل ما عندهم، راه ان شاء الله ربي ما يخيبش المجهود ديال اي واحد. الحمد لله هذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى، والفضل كيرجع عاوتاني للعائله ديالو اللي ساندوه وقفوا معاه، والاساتذه ديالو اللي ما بخلوش عليه بحتى شي معلومه، ما بخلوش عليه بحتى شي حاجه. الحمد لله داك الشيء اللي باغي راه وصل ليه، وهاد اعوام كامل اللي تيقراو، وهاد يعني داكشي كما قلت لك اللي باغي راه وصل ليه الحمد لله، هادشي كما قلت لك تيرجع لله سبحانه وتعالى والاساتذه ديالو والعائله ديالو اللي وقفوا معاه. بالعكس انا كنشوف بلي ليكونومي من اسهل التخصصات، يعني ماشي شي تخصص اللي صعيب، وبالعكس واش تيحقروا البرونش ديال ليكونومي تيقول لك زعما ساهله، وهو ملي كان باغي اصلا يديرها كانوا تيقولوا ليه لا انت المستوى ديالك ديال سيونس مات ديال سيونس فيزيك اس في تي، ولكن هو كما قلت لك دا داكشي اللي هو مرتاح فيه اللي هو باغي واللي غادي يعطي فيه واللي غادي يخدموه هو مرتاح، وكما قال لك راه كيوجد و تيبريباري هو مرتاح، يعني حيت كيخدم شي حاجه اللي مرتاح فيها ولاقي فيها راحتو، والحمد لله كما قلت لك ربي ما خيبوش. من الاول ديال العام، يعني من الاول ديال العام هو تيبريباري من الاول ديال العام، وهو زعما غادي كيوجد باش انه يوصل لهاد النقطه هذه اللي جاب، راه واحد الفرحه اللي لا توصف. الحمد لله اصلا انس من ديما كيفرحنا، ولكن ان النقطه ديال الباك راه شي حاجه اللي بزاف، وكما قلت لك الحمد لله ديك النقطه اللي باغي راه وصل ليها وربي راه ما خيبوش، واللي خدم راه غادي يوصل داكشي اللي بغا، والحمد لله على كل حال.